حبايبي سنوية عامة أدبي أهلا وسهلا بيكم من شاشة قناتكم قناة مدرستنا مستر عفيفي يحييكم النهاردة أعزائي بنكمل موضوعنا على الحدود السياسية بس النهاردة الحقيقة هناخد الموضوع من زاوية تانية بشكل تاني وهو عنوان مهم جدا وهو أنواع الحدود السياسية فاكرين لما قلنا أن الحدود السياسية خطوط بترسم على الخرائط هذه الخطوط الانسان اللي بيرسمها، فعشان كده لو فاكرين قلنا ظاهره بشريه ما هياش ظاهره طبيعيه زي التخوم. طيب الحد السياسي ده انا هرسمه بيني وبين دولتي على اساس بين دولتي وبين الدوله الثانيه على اساس ايه؟ انا اللي هرسمه. وهنا عايز افض الاشتباك في حاجه بتلخبطنا كلنا. ايه هي بقى؟ انت لسه بتقول من شويه يا مستر ان الحدود السياسيه دي ظاهره بشريه ولا طبيعيه؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني مين اللي رسم الحد السياسي؟ على الخرايط الانسان ولا ربنا سبحانه وتعالى لا الانسان هو اللي رسمها يبقى اللي وضع الحدود السياسيه هو الانسان هم البشر فعشان كده هي ظاهره ايه يا جماعه ها ممتاز بشريه ليه لان الانسان رسم الحد السياسي عشان يحدد ثلاث حاجات ايوه يحدد المجال الارضي يحدد المجال الجوي يحدد المجال البحري بما فيه بقى كله من موارد وثروات وخيرات وظاهرات ومقومات بشريه وحضاريه الى اخره. لكن هل وارد بعد شويه ناخد نوع للحدود السياسيه بيفصل بين دولتين على اساس خصائص جوه البشر؟ يعني ممكن ناخد اللغه حد سياسي، ممكن ناخد الدين حد سياسي، هوضح لك ده كله يبقى بس قبل ما نبدا اهو بنحط النقط على الحروف ونفصل بين حاجتين. ان الحدود السياسيه كلها ظاهره بشريه الانسان هو اللي عملها ممتاز وبين في بعض الاحيان بنرسم الحد السياسي بين الدول مش على اساس جبل او نهر او ده على اساس حاجات خاصه بالبشر خصائصهم نفسها الاثنوغرافيه زي الدين زي اللغه الى اخره يلا ناخدكم بقى في رحله شيكوا كده ونشوف مع بعضينا انواع الحدود السياسيه زي ما هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي انواع الحدود السياسيه يا جماعه بين الدول ممكن نصنفهم لنوعين كبار جدا واحد حدود طبيعيه تمام واثنين حدود بشريه طبيعيه اكيد يعني هتمشي مع ظاهرات طبيعيه هنوضح دلوقتي كمان عندي النوع الثاني حدود بشريه زي ما لسه قايل من شويه حاجات خصائص جوه البشر طب تعالى خدكم كده للحدود الطبيعيه ونشوف كده بتتكون من ايه الحدود الطبيعيه دي تعرفها الحقيقه هي حدود سياسية بيتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية زي إيه؟ آه زي ما أنت شايف مكتوب قدامك كده الجبال، آه يعني ممكن جبل يفصل بين دولتين، الأنهار ممكن نهر يفصل بين دولتين، البحار المستنقعات البحيرات وأوعى تنسى البحار غير البحيرات، يعني في حدود بحرية وفي حدود بحيرية، اليه هتفرق يا مستر ده اليه ممكن تعد تغير مجرى السؤال نهائي كمان الممرات الملاحيه والخلجاني بعد كده يا جماعه تعريف الحدود الطبيعيه طيب الحدود الطبيعيه دي بقى احنا لسه قايلين اهو هي حدود بيتم ترسمها في الطبيعه على اساس ظاهرات طبيعيه بين الدول بمعنى ممكن ناخد جبل حد سياسي بين دولتين تمام شوف الجبل يعني مرتفع قد ايه وتضاريسه وعره قد ايه ويصعب تسلقه وكمان هتلاقي بعض المزايا لسه هنفردها دلوقتي بس لما تجهز ادواتك مش هقولها حالا، جهز ادواتك وانا بتكلم كده عشان بعد شويه هناخد بالتفصيل الجبليه بقى، يبقى ممكن حد جبلي يفصل بين دولتين، ممكن صحراء، ممكن هضبه، ممكن بينك وغابات ومستنقعات، الصوره اللي قدامك دي عايزك تستنتج منها، هل سهل اعديها واهجم على الدوله اللي جارتي ولا كان اسهل لو هي صحراء؟ طب هي اسهل جبل وصحراء ولا لو كانت برك ومستنقعات وارض كده ممكن اعدي منها بسرعه او نهر الى حد ما مساحته ضيقه وكده اه يعني معنى كده ان الحدود السياسيه الطبيعيه دي يا جماعه بتختلف ايوه في قوتها وقدرتها على الفصل وقدرتها على المنع على حسب نوع الظاهره نفسها يعني انت بتقول لي يا مستر الظاهره الطبيعيه هي اللي هتفصل بين الدولتين تمام على هذا الاساس قلنا ده تصنيف أي نوع ممتاز واحد بيقول لي على طول طبيعيه فعلا يبقى الحد الطبيعي يا جماعه هو اشد انواع الحدود الطبيعيه السياسيه اللي بتوفر للدوله امن واستقرار طيب كل الظاهرات الطبيعيه هتتشابه في كده يعني الجبل هيوفر نوع من الحمايه والاستقرار على الحدود بين الدولتين زي بالظبط النسبه من الامن والاستقرار والهدوء اللي هتوفرها الحدود السياسيه في المنطقه دي لو كانت صحراء أو نهر أو برك وغابات ومستنقعات طب ما تيجي نشوف الكلام ده تطبيق عملي كده على سؤال أنا جاهز بالسؤال حضرتك جاهز بالأدوات ممتاز يلا بينا السؤال بيقول حدد صحة خطأ أو خطأ هذه العبارات الآتية تتفق الحدود الطبيعية هم في قوتها يعني هو قصده هنا تتفق يعني تتشابه تتطابق هم الحدود الطبيعية في قوة منعتها وفصلها يعني زي ما قلت لك من شويه كده كل الزهرات الطبيعيه هتبقى قادره تفصل بنفس القوه ونفس المنعه يعني الجبل زي النهر زي الهضبه زي ممتاز واحد استعجل على طول واختار على طول البديل خطا ودي الاجابه الصحيحه طبعا لان اكيد اكيد درجه منع وفصل الجبل بين الدولتين هتبقى اكبر بكتير جدا من البرك والمستنقعات ولو صحاري او او وبالتالي الاجابه هتبقى الاختيار الثاني وهو كلمه خطا تمام يا جماعه طيب تعالوا نشوف بقى نبدا واحدة واحدة كده اهو بالحدود السياسية الطبيعية. قلنا من شوية الحدود السياسية الطبيعية هي تلك الحدود اللي بتفصل بين الدول أيوه معتمدة على ممتاز ظاهرات طبيعية. حتى من شوية قلت لك كده إن الظاهرات ديت بتبقى عبارة عن جبال، تبقى مثلا هضاب، تبقى عبارة عن بحر، بحيرة، محيط، خليج إلى آخره. هناخد أول حاجة بقى كده بالراحة كده وبالتفصيل وهي الجبال لأنها الحقيقة مهمة جدا. نبدأ كده بالحدود الجبلية سجل معايا كده مميزات الحد الجبلي على الحدود السياسية بين الدول. لما نيجي ناخد الجبل حد السياسي بين دولتين يا بخت الدولة اللي حدودها السياسية ماشية مع ظاهرات طبيعية على رأس هذه الظاهرات لو فاكر الجبال. مين كان قال الكلام ده يا جماعه؟ هم. عايزين نقيس هنا بقى مهاره التذكر ونشوف مين هيفتكر معايا؟ هنرجع تاني للدرس التمهيدي، هنرجع لمجموعه من الفلاسفه، على طول واحد قال لي ارسطو، ممتاز، فاكر لما ارسطو قال ان العناصر الدوله المثاليه خمسه؟ هم. فاكرين يا جماعه؟ قلنا ها؟ واحد السكان والموارد الاقتصاديه اللي هيستغلوها وبعدين الحدود السياسيه والعاصمه والجيش امسك لي بقى الحدود السياسيه. نزل بعد كده ارسطو وحدد كمان قال انا عايز اقول لكم على حاجه خطيره جدا ايه هي ارسطو؟ قال الحدود السياسيه المحصنه ايوه لها اهميه كبرى في استقرار ونشاه واستمرار الدوله. يعني احنا مش جايبين كلام من عندنا الراجل يا جماعه كان سابق لعصره الحقيقه، الراجل بيتكلم يعني ما قبل الميلاد يعني بيقول لي الكلام ده ما قبل الميلاد بمئات السنين. بيقول لي إن الحدود السياسية للدولة يا ريت يفضل تبقى حدود سياسية محصنة يعني بتسير مع ظاهرات طبيعية، على رأس هذه الظاهرات مين تفتكر؟ ممتاز الجبل، يبقى الجبال دي أحد أهم صور الحدود السياسية المحصنة، الكلام ده مش من فراغ، أيوه طبعًا، أكيد لها مزايا، تمام، طب تعالوا نشوف بقى المزايا بتاعة الحدود السياسية الجبلية لما تبقى موجودة بين دولتين، الجبال طبعًا ظاهرة اه اه واضحة للعيان طبعا دائمة ثابتة مستقرة اه كمان اه السكان فيها قليلين يعني مين هيروح يسكن في الجبال طب ايه علاقة حتة السكان دي يعني بالميزة يعني اه يعني السكان لو ما الجبال دي ميزه هو مين بيجيب المشاكل غير السكان لو احتكوا بعضيهم على الحدود يعني لو جانبي الحد السياسي في تجمعات وكتل بشريه وسكان من الدولتين وارد جدا جدا الخناق والنزاع والصراع يدور بينهم. إذا في الغالب بتبقى المناطق الحدودية سواء كان أي صورة من الصور تحديدا كمان الجبال بتبقى قليلة السكان ليه؟ لأن الجبال صعب إنك تعيش فيها. صعب إنك تستقر الحياة عليها. مفيش موارد، مقومات الحياة تكاد تكون معدومة. وبالتالي كمان المرور منها يا جماعة بيكون قاصر على بعض الممرات الضيقة الخفية السرية ما يعرفهاش غير السكان بتوع المحالين بتوع المكان نفسه عشان كده في مزايا كبيره جدا انا ممكن كمان اطلع فوق الجبال دي كوحده عسكريه يعني واعمل رقابه واعمل مراقبه واشوف تجسس انذار هجوم مبكر اغراض عسكريه ده الجبال دي يا جماعه كحدود سياسيه مهمه جدا لان انا ممكن استخدمها كمان يعني زي خطوط دفاع عن الدوله يعني الدوله عندها جيش قوي بس ربنا هنفترض حباها كمان بمجموعة من الجبال على أطرافها إذا أول جندي هيدافع عن الدولة مين هو الجبل ده يبقى الجبال دي يا جماعة خطوط دفاع أولية تصد العدوان الخارجي عن الدولة من أول وهلة وأي واحد بيفكر يطمع في الدولة بتاعتك بيفكر يحتلها هيفكر ألف مرة قبل ما يجي بقواته هو أنا هتسلق يعني هذه الجبال ازاي هنعبرها ازاي يبقى كده مش هينفع مدرعات ولا هينفع دبابات ولا هينفع مشاه، احنا ممكن نجيب صواريخ عابره للجبال كذا فانت ما انت جوه برضه مدرك هذه القضيه، فانت هتبدا تسلح سلاحك الجوي عشان تبقى عامل بالانس في القوه، وده هيعفيك الحقيقه انك توفر اعداد كبيره من الجيوش والقوى البشريه آه العامله في داخل القوات المسلحه على الحدود، اذا معنى كده الجبال تقدر تسميها كده خطوط دفاع اوليه موجوده على الدوله. طيب عايزين نقسم الحد السياسي بقى. بتاع الجبل ده اه يعني جبل قدامنا كده موجود زي ما احنا شايفين كده في قمه الجبل هتلاقي مكتوب عندك فوق قمم الجبال وفي عندي حاجه غريبه جدا اول مره اسمعها انت كطالب يعني اقدام الجبال ايوه القدم دي يعني قصده زي الانسان كده واقف يعني اول حاجه لمس الارض تحت خالص قدمه اه يعني هو قصده اعلى قمم الجبال وكمان آه أسفل الجبال خالص عندما تنحدر وتلامس الأرض ودي يا جماعة اسمها أقدام آه الجبال طيب يبقى شكل الحدود السياسية اللي بتفصل بين الدول شكلين واحد يا إما نفصل بين الدول على أساس قمم الجبال تمام يا إما نفصل بين الدول على أساس أقدام الجبال الحقيقة مستر عفيفي أنا مش فاهم الجزئية دي وأنا معاك لسه أهو ركز تاني أهو احنا قلنا الحدود الطبيعية حدود بتفصل بين الدول على اساس ظاهرات طبيعيه، اهمها تمام الجبال، اهي الجبال قدامنا اهي. بنفصل على اساس ايه بقى؟ يا اما قمه الجبل من فوق، يا اما اقدام الجبل من تحت. يعني نطلع فوق عند قمه الجبل اهو هتلاقي في بوينت كده اعلى جزئيه، وهقول لك دلوقتي بالتفصيل ما تقلقش يعني دي ليه مهمه وليه اهميتها وليه هي مثاليه. والجزء التاني تحت خالص الطريقه الثانيه اللي هي عند اقدام الجبال. بص بقى يا سيدي. انا لو هفترض ان انا عندي جبل بيفصل بين الدولتين ودولة الناحية دي ودولة موجودة الناحية دي وعايزين يرسموا الحد السياسي بينهم قدامهم حل من اتنين يطلعوا هما الاتنين فوق اعلى الجبل مش معنى يا مستر اعلى نقطة اعلى نقطة ديت علشان خلي بالك هي مش لازم يبقى الجبل هرم كده ومقسوم بالنص ده ممكن يكون انحدار الجبل طلع تدريجي ناحية الدولة دي كده وبعدين القمة هنا وبعدين انحدار الدولة التانية الجبل نزل فجأة اه يعني هو مش شرط يكون بالنص احنا اهم حاجه عندنا اعلى نقطه في الجبل ليه يا مستر عشان دي النقطه اللي هتنزل عليها الامطار عشان دي النقطه اللي زي ما كنت شايف من شويه لو الجليد موجود على القمه وهيدوب هيبقى ميه فهتنقسم هنا المياه العذبه ايوه بين حوضين نهريين متجاورتين في كلا الدولتين يبقى شويه ميه هتدوب لو جليد او مطر هيتجمع وينزل على الدوله دي يبقى هي كمان تقدر تستفيد من المياه العذبه بتاعه الجبل وكمان الدولة الثانية هتاخد جزء تقريبا تقريبا يعني مساوي في المقدار لان اللي قسم المياه بينهم يا جماعه هو نقطة واحدة، يبقى معنى كده ان افضل طريقة لترسيم الحد السياسي الجبلي بين الدولتين ان احنا نستخدم طريقة خط تقسيم المياه. ايه خط تقسيم المياه ده؟ هو خط وهمي بيصل بين القمم الجبلية عندما يفصل جبل بين دولتين. أصل وارد يا جماعة يكون الجبل ده له أكثر من قمة، يبقى هنا دولة وهنا دولة والجبل على طول الحد السياسي. الجبل ده طالع نازل أهو عبارة عن قمم جبلية، ممكن تبقى القمة إن هنا وبعدين تيجي كده تطلع هنا ما ماشي مستقيم يعني، فإحنا هنوصل بينهم كده خط وهمي كده أيوة هو ده اسمه خط تقسيم المياه اللي هو قمم الجبال حيث ما تسقط الأمطار تنقسم المياه بالتساوي بين الدولتين، يبقى كلا الدولتين استفادت يا جماعة من المياه العذبة سواء كانت مياه أمطار أو مياه نهار هتستخدمها طبعًا في حياتها الحضرية والزراعية والصناعية والاستقرار والعمران إلى آخره. والزراعة طبعًا. طيب النوع الثاني بقى الحالة الثانية اللي أنا هفصل بينها وبين الدولة على أساس الجبل ننزل تحت بقى عند أقدام الجبال الحقيقة. هنا وارد تبقى دولة واخدة الجبل كله، آدي أول حالة. فنقول للدولة أ والدولة ب أنتوا بينكم جبل. فالدولة أ ممكن تقول للدولة ب آخر حدودي منك أقدام الجبال اللي ناحيتك يعني ضفة الجبال اللي ناحيتك تحت خالص هنلاقي الجبل انتهى يبقى ده كده آخر حدود الدولة يعني معنى كده دولة واخدة الجبل بالكامل أو هما الاتنين يتفقوا إيه بقى بمجرد ما الجبل يبدأ يرتفع هما نهيتهم عند أول الجبل يعني دي حدودها السياسية تنتهي عند بداية الجبل والدولة التانية نفس القصة هنا ممكن يتفقوا مع بعضهم ان الجبل ده يفضل منطقه محايده طبعا لا يفضل هذا لان هنرجع تاني ما ممكن تبقى المنطقه دي فيها سكان فيها عصابات مجال تهريب ممرات سريه الى اخره يعني هتبقى مصدر خطر يهدد الدولتين يبقى الافضل هو الا تظل هذه الجبال مناطق غامضه ويتم تقسيمها طيب هل عندنا نماذج بقى للحدود الجبليه على مستوى العالم طبعا عندنا النموذج مهم جدا وهناخد حالا شايف ناس بتستعجلني عايزين نطبق عايزين سؤال حاضر عينيا طيب ناخد الاول بس المثالين كده وناخد الخريطتين اللي قدامنا دوله ونشوف هو جايب لنا نموذجين يا جماعه للحدود السياسيه الجبليه واحد في امريكا الجنوبيه زي ما انت شايف كده قدامك ولاحظ لو فاكر لما خدنا ان موقع وشكل دوله تشيلي كان شكل طولي مستطيل شريطي بيمتد من الشمال للجنوب وكان في شرقها جبال ايه يا جماعه؟ ممتاز جبال الانديز زي ما انت شايف قدامك كده، شوف قد ايه تشيلي ماشيه بطول الجبال في غربها مع ساحل المحيط الهادي وكان جبال الانديز دي بتعاند تشيلي بتقول لها ابدا مش هسمح لك ابدا تطل على المحيط الاطلنطي، ايوه تشيلي بالرغم من ان هي دوله طويله قد ايه؟ من البيرو فوق في الشمال لحد الجنوب إلا انها لا تمتلك سواحل على المحيط الأطلنطي عشان كده تشيلي بتفصل بين عشان كده جبال الأنديز بتفصل بين تشيلي وبين الأرجنتين يعني جبال الأنديز دي منعت ان تشيلي يكون لها حدود سواحل بحريه على المحيط الأطلنطي أيضا منعت الأرجنتين ان هي يكون لها حدود ساحلية بحرية على المحيط الهادي يعني معنى كده اللي حرم الأرجنتين من أن هي تطلع على المحيط الهادي ليس اتفاقية ليس قوة شيل العسكرية ولكن قوة الطبيعة قوة الحدود الطبيعية الفاصلة وهي جبال الإنديز ناخد مثال تاني تمام الخريطة التانية قدامك أهو ادي خريطه فرنسا احنا كده اه ده احنا كده طرنا على اوروبا يا مستر تمام يبقى احنا كده انتقلنا من امريكا الجنوبيه ورحنا اوروبا في عندك آه ادي فرنسا فاكر لما خدنا برضو فرنسا وقلنا شكلها منتظم آه مندمج وفاكر لما خدنا فرنسا فيها نهر محلي وفاكر لما خدنا فرنسا فيها آه عاصمتها باريس عاصمه تاريخيه ممتاز اه كان في جنوب فرنسا لو فاكر جبال اسمها جبال يا جماعه ها جبال ممتاز قدامك جبال البرانس تفصل بينها وبين مين جنوبا يا جماعه ممتاز اسبانيا احب جدا الناس اللي عندها مهاره قراءه الخريطه طب شوف اللي جايه دي قرب شويه كده من الخريطه شايف دوله كده فسفوسه صغيره كده حبيسه جبليه اسمها ايه ها ممتاز اسمها اندورا طيب يا احمد هي مش مكتوبه في الكتاب كده، لا ما انت عندك مهاره قراءه الخريطه قلنا هتتسال عليها يا باشا، يبقى معنى كده ان كل معلومه على الخريطه انت مطالب بها تستنتجها، يبقى عندي نموذج اهوت لجبال حدوديه هي جبال البرانس تفصل بين فرنسا وبين اسبانيا، وفي داخل هذه الجبال موجود عندي دوله جبليه داخليه حبيسه محبوسه بين فرنسا في الشمال وبين اسبانيا في الجنوب وهي دوله اندور. طيب نطبق؟ يلا، قلمك بسرعه معايا. شوف السؤال ده. السؤال بيقول اهو اذا كان الجبل هم جاهز يلا هم اذا كان الجبل يفصل بين دولتين ايوه ولكن دولة منهما تسيطر على موارده شوف يعني معنى كده زي ما كنت بتكلم معاك من شوية دولة ممكن تاخد الجبل كله بقى هم تاني السؤال اذا كان الجبل هم يفصل بين دولتين ولكن دولة منهما تمام تسيطر على موارده فان ذلك بسبب رسم الحدود اللي بينهم هنا في الجبل على اساس ايه بقى؟ هه. عند اقدام الجبال؟ ولا مع خط تقسيم المياه؟ ولا على طول منحدرات الجبل؟ ولا مع قمه الجبل؟ ارجع تاني القضيه فوق ما احنا قلنا دايما مفتاح الاجابه في القضيه فوق. القضيه بتقول ايه؟ كلمه ايه يا جماعه مفتاح الاجابه؟ ممتاز تسيطر على موارده، هو قال تتقاسم موارده ولا قال دوله تسيطر بالكامل؟ قال دوله تسيطر بالكامل. يبقى على طول ممتاز يبقى الحل المثالي بتاعنا ايه يا جماعه ها عند اقدام الايه ممتاز عند اقدام الجبال لانه لو مع خط تقسيم كان قال تقاسم لو مع على طول المنحدرات الجبل كان وارد يبقى ده جزء وده جزء وهكذا طب ما هي الجبل هي هي برضو خط تقسيم مية يبقى فعلا انا بستبعد الاجابه الخاطئه واوصل في النهايه ان هنا الدولتين بتاكد انهم رسموا الحد السياسي الجبلي بينهم على اساس خط تقسيم المياه ولا على اساس اقدام الجبال يبقى معنى كده ان لو دوله بتمتلك كل موارد الجبل يبقى على طول هنا اقدام الجبال هو الحل لكن لو تقاسمت كلا الدولتين او هما الاتنين بيستفيدوا من الميه استفاده او في حال تم ترسيم الحد السياسي بين الدولتين دون ان يتم حرمان احدهما من الموارد يبقى على طول مع خط تقسيم المياه لكن لو قالي دوله بالكامل خدت كل الموارد اللي في الجبل يبقى على طول مع اقدام الجبال كده اعزائي نكون شفنا مع بعضينا انواع الحدود السياسيه قلنا طبيعيه وقلنا بشريه الطبيعيه قسمناها مع ظاهرات طبيعيه وقلنا حدود بيتم ترسمها على اساس ممكن جبل هضبه بحر بحيره خليج نهر وخدنا النهارده اول نوع منهم وهو الجبل وقلنا ان الجبال دي افضل الحدود السياسيه الطبيعيه على مستوى خريطه العالم السياسيه لان لها مزايا الحقيقه شاهقه واضحه في الطبيعه ثابته لا تتغير الحقيقه كمان عدد سكانها قليل فالنزاعات والصراعات اللي بين السكان على جانبي الحد هتبقى قليله جدا وبالتالي هتبقى هذه المنطقه الحدوديه محل استقرار وهدوء للدوله او على الاقل الدولتين يريحوا بالهم من الجزئيه دي ويشوفوا اي حد تاني مفهوش ظاهره طبيعيه يركزوا جيشهم بقى فيه وكده يعني معنى كده ان الجبال دي تعتبر خط دفاع اول وحصن حصين وجندي اول يدافع عن الدول من ضد اي العدوان والاعتداءات الخارجيه. كده ازاي نكون شفنا مع بعضينا بالتفصيل الحدود الجبليه. في النهايه حب الجغرافيا تحب بلدك، حب الجغرافيا تفهم ماضيك تدرك حاضرك وتدير مستقبلك مدرستنا نجم في سماء ننجح بالعلم ونكبر بالاخلاق مخلصش الكلام ولكن سلام